أهلا بكم مشاهدينا، وهذه النافذة التي نخصصها لمناقشة أهم الموضوعات المطروحة على مائدة حوار مؤتمر ميونخ للأمن الذي تتواصل أو بدأت فعالياته اليوم في مدينة ميونخ الألمانية بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع وممثلين عن النخب السياسية والأمنية في العالم. رحب وزير الخارجية سامح شكري ونظير الروسي سيرجي لافرو بقرار عودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا، مؤكدين الرغبة المشتركة في استعادة حركة السياحة الوافدة من روسيا إلى مصر. وعقد شكري ولافروف جلسة مباحثات ثنائية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد شكري خلالها اهتمام مصر بالاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا والبناء على ما شهده عام 2017 من تطورات إيجابية على مسار العلاقات بين البلدين. وتناولت المباحثات والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية في ضوء نتائج مؤتمر سوتشي. كما التقى شكري بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال المؤتمر. شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر إلى تقديم جميع أشكال الدعم للأمم المتحدة في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة. من جانبه قال غوتيريش إنه يتطلع لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في سوريا من خلال توظيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتشجيعهم على التجاوب. وفي لقاء مع أون لايف أكد شكري أن كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن ستتناول الدور المصري في مواجهة الإرهاب والمطالبة بتوافق دولي شامل لمواجهة الظاهرة بحسب ما طرحه الرئيس السيسي سابقا. تأكيد رؤية مصر فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالإرهاب وأهمية أن يكون هناك توافق دولي على التناول بشكل مجمل وشامل لقضية الإرهاب وفق ما طرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر القمة الذي عقد في الرياض بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية. نحن لنا رؤية واضحة جدا، ونحن تأثرنا مصر في ما ضحت به من رجال القوات المسلحة والشرطة والمصريين الأبرياء. لدينا تجربة للأسف طويلة، ولكن أيضا لنا رؤية واضحة، وأثبتت التجربة وأثبتت السنوات الماضية مصداقية هذه الرؤية وفعاليتها، وعلينا أن تتواكب أعضاء المجتمع الدولي للتعامل بشكل أكثر جدية مع هذه الظاهرة للقضاء عليها. وقد التقى شكري رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصيني يانغ فو على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تناول لقاء التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري أشاد خلال اللقاء بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين من خلال الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما أعرب شكري عن تثمين مصر للمشاركة الصينية المهمة في المشروعات القومية المصرية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منوها بتعدد مجالات التعاون بين الجانبين سواء في المجال الاقتصادي أو المجالات الأخرى مثل مكافحة الإرهاب. وخلال مؤتمر ميونخ للأمن أعلن عدد من القادة الأوروبيين نيتهم تشكيل تحالف دفاعي جديد بديلا لحلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة، وترى أوروبا إنه آن الأوان لتكوين مشروع دفاعي مشترك يتدخل بما يخدم القارة، وهو ما أثار قلقا لدى واشنطن التي تعتمد على حلف الناتو في مهماتها العسكرية الخارجية. موازين قوى على وشك أن تتغير، وتحالفات ربما تشهد إعادة نظر. هكذا يمكن وضع العنوان الأبرز لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا بعد إبداء القادة الأوروبيين رغبتهم في الاستقلال العسكري عن الولايات المتحدة. الاستقلالية الاستراتيجية التي تحدث عنها وزراء دفاع أوروبا سببت قلقا لدى واشنطن من مشروع دفاع أوروبي على وشك التشكيل، ويهدد بشكل مباشر حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة ماديا وعسكريا.
عندما نكون مهددين على مستوى جوارنا المباشر خاصة من الجنوب، فإنه يجب علينا أن نكون قادرين على مواجهة الأمر، حتى عندما تكون الولايات المتحدة أو حلف الأطلسي يحبذان انخراطا أقل. ولذا يتعين علينا تحقيق استقلالية استراتيجية دون إجبار الولايات المتحدة على أن تأتي لمساعدتنا. وعلى مدار عام ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة، أرسلت واشنطن رسائل اعتبرتها أوروبا بمثابة محاولة لانسحاب أمريكا من الساحة الدولية والتخلي عن الأمن الإقليمي لأوروبا مع التركيز على الشؤون الأمريكية، إذ لطالما ردد الرئيس ترامب خطابا رأى فيه الأوروبيون استعلاء ومعايرة أمريكية بأنها الدولة الأكثر إنفاقا في حلف الأطلسي، والتهديد المواطني والمستمر بسحب جزء من تلك المخصصات ما لم تزيد أوروبا من حصتها وتقبل بالشروط الأمريكية. نريد الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي، وفي الوقت ذاته نريد أن نصبح أوروبيين أكثر. الأمر يتعلق بأن تكون أوروبا قادرة على الاستقلالية وتحمل مسؤوليات أكبر داخل الحلف الأطلسي. هذا تحدي يتعلق بالمستقبل الأوروبي. كلمة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مست بشكل كبير رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تأسيس قوة أوروبية مشتركة قادرة على التحرك خارج إطار الناتو، وهي الدعوة التي لاقت رفضا أمريكيا ووعيدا من حلف الناتو الذي طالب بألا تمس تلك الرغبة صلاحيات الحلف. دفع أوروبا قدما في المجال الدفاعي يجب ألا يمس بصلاحيات حلف الأطلسي، فنحن نحيي هذه الجهود طالما أنها لا تنفذ جهود الحلف بل تكملها. عالم يحميه متغيرات متلاحقة بفضل تحالفات جديدة تنشأ معها استراتيجيات تحمل رغبة 25 دولة في التنسيق فيما بينهم على المستوى الدفاعي والأمني، بينما تبقى الولايات المتحدة مخيرة بين الاعتدال مجددا في سياستها مع أوروبا أو الخروج من التحالف العسكري مع القارة العجوز. ونتناول مؤتمر ميونخ للأمن بالبحث والتحليل مع الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي ينضم إلي مباشرة. أستاذ بهاء، أهلا بك معنا على شاشة أونلايف. يعني هو لقاء غير رسمي تغلب عليه فكرة عرض التوجهات الأمنية أكثر منه يناقش ملفات أمنية ويفرض توصيات أو يضع توصيات ملزمة. رغم هذا يعد مؤتمر ميونخ للأمن واحد من أهم المؤتمرات الدولية في مجال الأمن والسياسة، وإذا لم يكن هو المؤتمر الأهم على الإطلاق. أين تكمن أهمية مؤتمر ميونخ للأمن؟ أولا تحية طيبة لك يا فندم. تنبع أهمية المؤتمر من كونه يجمع ما بين خبراء للأمن على المستوى الدولي، منظمات دولية عديدة منها المجتمع المدني، وكذلك رؤساء ومؤسسات الحكومات العالمية حتى لو كانت هذه الحكومات معادية لبعضها الآخر، كما أن يمثل هذا العدد عدد كبير قد يصل 600 شخص على مستوى العالم لهم وزنهم النسبي وفي صنع القرار الدولي، ومن ثم مناقشتهم تبدو إلى حد ما ذات أهمية، خاصة أنها ليست تحت ضغط سياسي معين أو ليست تحت تهديدات أمنية أو ليست تحت حاجة عاجلة، ثم يكون النقاش في ظل هذه الأوضاع وتحت تأثير القضايا الهامة تبدو أكثر إرياحية منها من وقت آخر. بدأت هذه الإعداد لهذا المؤتمر 1963 من جانب أحد الكتاب الألمانيين، ثم ظل هذا المؤتمر يتم تطويره وتدريجه حتى هذا العام، فقط كان يتم تغيير العنوان من مؤتمر للدبابات والصواريخ ومؤتمر خاص بالمسائل العسكرية، حتى تم توسيع المفهوم ليصبح مؤتمر الأمن الدولي. طب أستاذ بهاء، يعني صورة قاتمة للأمن والعالم رسمها التقرير الأخير الذي تعودنا أن يصدر قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع، وحمل عنوان العالم على شفا
الهاوية، يعني وكيف سيتناول المسؤولون في العالم هذه الصورة، خاصة أنه رئيس المؤتمر نفسه وهو فولفغانغ إيشنجر قال أن العالم يقترب بشكل يبدو أكثر قربا من حافة الصراعات المسلحة الثقيلة. التقرير الذي يعد قبل المؤتمر دائما ما يناقش الفكرة المبدئية التي سوف يقول إليها المؤتمر والقضايا الأساسية التي سوف يناقشها المؤتمر. هذا العام ناقش التقرير في بدايته الأوضاع الدولية والأدوار الدولية التي تطلع بها القيادة الدولية. بدأ بالحديث عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من وجودها كضامن دولي لعمليات السلام ومحرك للأحداث، ثم بعد ذلك أشار في الأوراق ذاتها إلى مسألة ضعف الاتحاد الأوروبي وعدم وجود استراتيجية موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل على العكس كل دول أوروبا تعمل منفردة. ومن ليس وأبسط مثال على ذلك الأوضاع في سوريا، لم يكن هناك استراتيجية موحدة للتعامل مع فرنسا، لها أولوياتها، ألمانيا كذلك، الأوضاع في ليبيا كذلك، التنافس الذي يحدث ما بين إيطاليا وفرنسا على الوجود العسكري هناك والمصالح، يعكس أن الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية غير موحد وغير قادر على توحيد دوله. ومن ثم هناك تحدي جديد هذا العام يضاف لخروج الولايات المتحدة الأمريكية. جيد أستاذ بانو، حضرتك ذكرت هذا الأمر. نعم. لأنه واحد من الملفات المطروحة في هذا المؤتمر هو ملف الأزمة السورية، وممثلين عن جميع الأطراف السورية سيكونوا موجودين في هذا المؤتمر على حد تصريحات رئيس المؤتمر نفسه، وأنه ستدور مناقشات حتى في خارج الإطار الرسمي، وهو ما يعد شيء إيجابي. ولكن في ظل ما ذكرته حضرتك من عدم وجود استراتيجية موحدة من جانب دول الاتحاد الأوروبي، ليس تجاه القضايا الدولية ولكن حتى تجاه قضايا الشرق الأوسط ومفهوم الإرهاب نفسه، هل يبدو أن هذا المؤتمر ربما يعني يكون إيجابيا ويصب لصالح أزمات في المنطقة؟ لا أعتقد ذلك، بل على العكس، في مؤشرات هذا المؤتمر تدل على عدم وجود انفراجة قريبة. أبسط هذه المؤشرات أنه قطر لم تكن في السابق تأتي كممثل رسمي من رئيس الدولة، على العكس هذا المؤتمر أتى أمير قطر بنفسه يعطي رسائل عديدة من بينها عدم تأثر قطر بأزمة الحصار أو المقاطعة حسب ما يرى، وأنه قطر ما زالت قوية وأنه شريك قوي للاتحاد الأوروبي، وحدد تقريبا ألمانيا والتي يبدو فعلا أنها شريك قوي ورئيسي. وحتى في ثنايا خطاب أوروبا، أقصد ألمانيا، عند الحديث عن قطر دائما ما تتحدث عنها دولة شريكة في محاربة الإرهاب وليس دولة متورطة في الإرهاب. ومن ثم هذا أول رسالة. الرسالة الثانية أنه ألمانيا نفسها كدولة قوية ولديها أجندة دولية، وإن لم تكن منخرطة في الصراعات الدولية في الشرق الأوسط وغيرها، إلا أنها لم تحضر فقط إلا وزير الدفاع، على عكس ميركل. لو رأت ميركل أنها بالأهمية أن تحضر هذا المؤتمر لحضرت، فعلى العكس هي مشغولة بالأوضاع السياسية الداخلية وتشكيل الحكومة. اللافت الرسالة الثالثة هو عدم حضور رئيس أمريكا ترامب، أرسل فقط وزير الدفاع ومشير الأمن القومي. هذه الرسائل الثلاث أنا بعتقد أن هي جزء من عدم اهتمام بعض الدول بهذا المؤتمر، وعدم يعني عدم تبنيها لحلول حقيقية تأتي وراء هذا المؤتمر. لكن نستطيع القول أنه المؤتمر فرصة حقيقية لعرض بعض المواقف الغير واضحة للأطراف الدولية، خاصة بأوضاع الإرهاب في مصر وحركة التمويل التي تمول الإرهاب وتمدها في سيناء، كذلك الأوضاع من في عفرين وكل الأوضاع التي تحصل في مناطق الساحل والصحراء. عرض الصورة بطريقة أوضح وعرض وجهات النظر هي الأشياء اللي تكون مهمة أكثر من غيرها في هذه النوعية من المؤتمرات.
طيب أستاذ بهاء، يعني لا يخفى على أحد الانتقادات الضمنية والواضحة التي وجه مؤتمر ميونخ للأمن للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص زي ما ذكرت حضرتك في التقرير انحصار دورها كالريادي والقيادي في حل أزمات في المنطقة والعالم، وأيضا زيادة حتى نفقات المخصصة للعمليات العسكرية في مقابل انحصار وخفض في النفقات الدبلوماسية، وهو ما يعني أنها أصبحت تعلي حسابات المصالح المشتركة على حسابات الأمن الأمن الدولي. كيف سيرد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وإتش آر ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي على هذه الانتقادات؟ وهل أصلا إدارة ترامب مهتمة لهذه الانتقادات وما يدور والفكرة العامة عنها وقيادتها للعالم؟ هناك اختلاف في وجهة النظر دائمة توجد ما بين ترامب كرئيس للدولة وبين وزير خارجيته، وخاصة أن وزير الخارجية الأمريكي في الفترة الأخيرة ظهر بعض الدول لمحاولة إصلاح ما قد ذكره ما قد أحدثه قرارات ترامب وتصريحات. هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية غير واضحة في عهد ترامب في بعض الملفات الخاصة بعلاقتها في بالاتحاد الأوروبي أو علاقتها ببعض الدول. نجدها ذهبت اليوم لمسألة إعادة تصحيح المسار مع تركيا في ظل أنها مختلفة مع تركيا في عفرين وغيرها من الدول. مسألة الانفاق العسكري بالنسبة لها هي الأعلى انفاقا عسكريا، ومع ذلك لم نرى شيء جديد منها إلا سوى تطوير الأسلحة النووية، مما يعد للأمانة العلمية في هذه المسألة تهديدا جديدا للخطر النووي، وليس ترشيدا للتهديدات أو ترشيدا للأمن، بل على العكس. يعني هي تفعل نفس ما تفعله كوريا الشمالية في هذا الموضوع، هي وكأنها تدخل في حرب منافسة مع إيران وكوريا الشمالية في مسألة النووي. وبالتالي الأفعال التي تفعلها المتحدة الأمريكية تعكس أي ضد أي جهود دبلوماسية قد يقوم بها وزير خارجية أو تصريحات يقوم بها مسؤول أمن القومي أو أي تصريح دبلوماسي. المهم في هذه المسألة أن نقرأ جيدا التحركات الواقعية. عندما تزيد من الانفاق العسكري للمتحدة الأمريكية، عندما تنوي تطوير الأسلحة النووية، هذا لا يبشر بأنها يهمها أي مصالح خارجية ولا يهمها أي شيء، فقط هي تفعل ما تراه قويا وصالحا لأمنها القومي من وجهة نظرها فقط. طيب أستاذ بهاء، وزير الخارجية سامح شكري سيكون متحدثا رئيسيا في إحدى الجلسات التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر تحت عنوان الجهاد ما بعد الخلافة. ما الذي نتوقع الموضوعات المطروحة في كلمة الوزير سامح شكري، وكذلك عرض التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد العسكري والصعيد الأمني والصعيد السياسي والصعيد الدبلوماسي أيضا، لأنه مصر كانت موجودة في مجلس الأمن لعامين ومجلس السلم والأمن الأفريقي بالاتحاد الأفريقي. يعني عرض تجربة مصر بهذا الشكل إلى أي مدى يشكل أهمية بالنسبة لنا؟ بداية يجب أن نعرف أنه في الفترة الأخيرة في حوالي أكثر من 10,000 مقاتل من الجهاديين في سوريا ومنطقة التي يسيطر عليها داعش قد خرجوا من سوريا بعد الهزامة التي تلقاها داعش من القوات الدولية وعلى رأسها سوريا والنظام السوري، ثم ذهبوا إلى عبر مطارات من مثل مطار نواكشوط وبعض المطارات الأفريقية، ثم إلى شرق الجزائر، مرورا في النهاية إلى ليبيا، ثم بعد ذلك هم مؤهلين للدخول في حروب مع الجيش المصري والأوضاع التي تحدث في سيناء. لذلك كان من الطبيعي أنه يكون عملية سيناء 2018 تقوم بها الجيش المصري هي نتيجة وجود خطر حقيقي على الأوضاع في سيناء، ثم الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى تحرك سريع من قبل مصر على المستوى العسكري من جانب، وعلى المستوى الدبلوماسي والمستوى الدولي ذهاب وزير الخارجية للحديث عن التعقيدات الأمنية المتمثلة في منطقة الساحل والصحراء وما أتت به من هؤلاء الجنود. مصر وأهمية محاربتها للإرهاب سواء كان بحماية حدودها في سيناء أو
مساندتها للجيش الليبي، او مساله الاوضاع الداخليه التي يجب ان تراها جيدا الدول الاوروبيه والدول الغربيه من قدره مصر على حفظ امنها من جانب، وقدرتها على لعب دور اقليمي مهم في حفظ امن الاقليم. البعد الاخر اكثر اهميه هو مساله مكافحه مصر للهجره غير الشرعيه. هذه احدى الملفات الهامه، كون مصر دوله تعتبر دوله مستقبله منذ هجرة بعض الإخوة السودانيين، ثم مسألة اللاجئين السوريين في مصر وتجربة مصر في هذه المسألة، ثم مسألة قدرة مصر على أمن الحدود وقدرتها على تصديها لمحاولة الهجرة غير الشرعية عبر النازحين من أفريقيا والنازحين من دول شمال أفريقيا وبعض الدول الأخرى اللي كانت. نعم، شكرا لك. انت معي مباشرة الأستاذ بهاء محمود، الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وعبر الهاتف ينضم إلي من برلين السيد عبد الرحمن عمار، الكاتب ومحلل السياسي. سيد عبد الرحمن، أهلا بك معنا على شاشة أون لايف. يعني ما الجديد الذي يمكن أن يأتي به مؤتمر ميونخ للأمن في نسخة 54 لهذا العام؟ هناك توقع لتحقيق نوع من التقارب في محاربة الإرهاب على مستوى القارة الأوروبية وبالتعاون مع الكثير من الدول العربية، خصوصا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن هناك أيضا يعني شكوك في أن ينجح المؤتمر في تقريب الكثير من وجهات النظر بين الأوروبيين وروسيا من جهة، وبين الأوروبيين والإدارة الأمريكية الجديدة من جهة أخرى، وتبقى الكثير من المشاورات التي تدور على هامش اللقاءات الرسمية أيضا مهمة. هناك التقاءات في لقاء وفود روسيا مع الوفود الأمريكية، ومن بين القضايا التي ستكون مطروحة إضافة إلى الصراع في أوكرانيا أيضا الحرب سوريا، وأيضا الأزمة الخليجية بين قطر والدول المقاطعة لها. يعني ملفات كثيرة وكثيرة شائكة، لكن هل ستحقق شيئا؟ يعني علامة استفهام كثيرة تطرح أمام هذا المؤتمر. نعم، طيب سيد عبد الرحمن، يعني المؤتمر سيناقش مسألة الاستقلالية الدفاعية ويعني وإنشاء جيش أوروبي مشترك وموحد، والسؤال هو حتى مع زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 50% لتصبح 2% من الناتج المحلي الإجمالي مشاركة الدول الأوروبية في الناتو، هل أوروبا قادرة على تكوين جيش موحد؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح بإنشاء هذا الكيان بديلا عن حلف الناتو؟ الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي ترامب للإدارة الجديدة بواشنطن وجه انتقادات نابعة لأوروبا، وتقول بأن أمريكا هي التي تظهر على أن الأوروبيين وحلف الناتو يجب تفكيكه، هذا في السنة الماضية. الآن الأوروبيون بعد المشاكل التي يواجهونها مع روسيا منها والتهديدات، ما يعتبرونها تهديدات روسيا حولهم، وايضا التهديدات الارهاب بعد انهيار مثلا الدوله الشيعيه، اصبح الكثير من الارهابيين والمهاجرين غير القانونيين يصلون الى اوروبا، يعرفون بان يجب عليهم الان محاربه خطر الارهاب، وكل خطر يتحقق باوروبا بشكل جماعي، على اعتبار ان الارهابيين يمكن ان ينسلوا الى كل بلد، ويعرفون ان ايضا يعني فتح الحدود داخل اوروبا في اطار اتفاقيه شنغن ادى الى حريه تنقل الكثير من الارهابيين، وهو ما يشكل ايضا خطرا على الامن القومي، وهنا ياتي سيناريو انشاء يعني قوه مشتركه اوروبيه، لكن من سيمولها وكيف ستعمل؟ هذه ايضا اسئله كثيره تطرح الان. نعم، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من برلين السيد عبد الرحمن عمار، الكاتب والمحلل السياسي. نعود ونلتقي بعد هذا الفاصل.
مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل. وأنا بقول من كل المصريين لازم تكونوا متأكدين وواثقين في أن المعركة اللي انتوا تخوضوها هي أنبل وأشرف معركة على الإطلاق. أنبل وأشرف معركة على الإطلاق. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة. السيدات والسادة، تمر منطقة شرق المتوسط بفترة من عدم الاستقرار. العالم قرية صغيرة تتشابك أخباره، تتلاحق. من حق شعوب أن تتواصل، تعرف كل جديد ومؤثر عن لقاءات وزيارات زعمائها. من حق كل الناس تغطية شاملة متوازنة للتعرف على أدق المعلومات عن أكثر الأحداث تأثيراً في حياتهم، أمنهم، اقتصادهم ومستقبلهم. فدعونا نعمل معاً، حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال، لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية. On Live، مسؤولية الخبر. أهلا بكم من جديد. اتهم الادعاء العام الأمريكي 13 روسيا وثلاث كيانات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبموجب قرار الاتهام فإن المتهمين تآمروا منذ العام 2014 وحتى الآن للتدخل في السياسة الأمريكية بما فيها انتخابات العام 2016. أعادت هيئة كبرى من المحلفين اليوم في مقاطعة كولومبيا قائمة الاتهامات المقدمة من مكتب النائب العام بحق 13 مواطنا روسيا وثلاث شركات روسية لارتكابهم جرائم فيدرالية عند سعيهم للتدخل بالنظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، ومنه انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، حيث قام المتهمون بتنفيذ ما أسموه حرب معلومات ضد الولايات المتحدة الأمريكية بغرض نشر عدم الثقة في المرشحين والمنظومة السياسية بوجه عام. وكانت هذه المؤامرة جزءا من عملية أكبر أطلق عليها اسم بروجكت لكتا، والتي تضمنت عدة مكونات، بعضها يتعلق بمواطنين داخل الاتحاد الفيدرالي الروسي، والبعض الآخر كان يستهدف مواطنين في عدة دول. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا قد شنت حملتها المضادة على الولايات المتحدة منذ عام 2014 قبل ترشحه للرئاسة بفترة طويلة. وأضاف ترامب في تصريح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016 لم تتأثر إطلاقا بتلك العملية. وقد نفت الخارجية الروسية الاتهامات الأمريكية بشأن تدخل موسكو في الانتخابات ووصفتها بالباطلة. وضافت الخارجية أنها لم تطلع حتى الآن على تلك الاتهامات، معربة عن رفض الكريملين القاطع لتلك الادعاءات، وقالت إنها لا أساس لها من الصحة وما هي إلا حملة عدائية تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا. وللمزيد حول هذا الشأن ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ محمد سطوحي الكاتب الصحفي من واشنطن. أستاذ محمد، أهلا بك معنا على شاشة أونلايف. يعني ما مدى أهمية لجنة مولر والاتهامات التي وجهتها اليوم ل 13 روسي وثلاث جهات روسية أخرى بالتدخل في الانتخابات الأمريكية؟ هي طبعا هامة لأنها تأكيد للمعنى الذي حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينفيه طوال الفترة الماضية، وهو أن روسيا تدخلت وتدخلت من أجل مساعدته للفوز في هذه الانتخابات.
الاثنان كان من ضمن الأشياء التي تحاول الإدارة الأمريكية نفيها أو التقليل من أهميتها طوال الأشهر الماضية. طبعا لجنة روبرت مولر أدانت بالفعل من قبل 4 شخصيات أمريكية هامة من كبار المسؤولين في حملة ترامب، ومنهم بول مانافورت الذي كان رئيسا للحملة في وقت من الأوقات، منهم مايكل فلين الذي كان مستشارا للأمن القومي. كان هناك أيضا اعتراف من مايكل فلين ومن شخص آخر جورج بابادوبولوس كان مستشارا للشؤون الخارجية في الحملة بالتعاون، اتفقوا مع المحققين على التعاون مقابل الاعتراف باتهامات أقل قوة. ومن هنا فنحن نتحدث عن قضية مستمرة، تحقيقات من الواضح تماما أنها جادة، أنها تصل إلى نتائج، وهذه النتائج السؤال هو إلى أي مدى ستصل من ناحية التأثير على الرئيس الأمريكي شخصيا. هي أدانت بالفعل شخصيات محيطة به، اقتربت من شخصيات مثل زوج ابنته جاريد كوشنر، واقتربت من آخرين داخل الإدارة، لكن لم تصل بعد إلى ما يسمى بالسموكينج جان أو دليل إدانة مباشر للرئيس الأمريكي شخصيا. السؤال هو هل ستصل إلى ذلك أم لا؟ طيب أستاذ محمد، الشخص العادي سيتساءل لماذا تقوم روسيا أو لماذا قامت روسيا بهذا الأمر؟ هناك تفسيرات عديدة بالنسبة لهذا الموضوع. بالنسبة للتدخل في هذه الانتخابات كان من وجهة نظر طبعا ما تريده التحقيقات والاستخبارات الأمريكية هو إثارة الشكوك بالنسبة لمصداقية العملية الديمقراطية والسياسية داخل الولايات المتحدة. الأمر الآخر هو إثارة الانشقاقات والمزيد منها داخل المجتمع الأمريكي. على سبيل المثال من قراءة ما قاله الادعاء اليوم تبين أنه كان هناك بعد فوز ترامب 2 من المظاهرات في مدينة نيويورك تم بمساعدة من جهات تدعمها روسيا، مظاهرة تدعم دونالد ترامب ومظاهرة مناهضة لدونالد ترامب. إذن كان الهدف منها هو المزيد من إثارة الانشقاقات والمشاكل الداخلية في الولايات المتحدة. هذا أيضا يدفع كما ذكر دان كوتس رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ومن قبله مايك بامبيو رئيس CIA مدير CIA وكالة الاستخبارات المركزية، كانوا يؤكدان أنه هذا كان هناك بالفعل نجاح بالنسبة لهذه الجهود الروسية، وأنه هذا يشجع على مزيد من هذه الجهود في الانتخابات القادمة. بمعنى أنه في نوفمبر القادم لدينا انتخابات نصفية للكونغرس الأمريكي، لا توجد شكوك لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه سيكون هناك جهود أيضا منوعة بالنسبة لهذه الانتخابات. لكن السؤال هو إلى أي حد تؤثر على هذه الانتخابات، وإلى أي حد كان لها تأثير بالفعل على نتيجتها. يعني مثلا هناك أصبح هناك إجماع على أنه هناك تدخل حدث من روسيا في الانتخابات السابقة، لكن هل ساهمت بالفعل في نجاح هيلاري كلينتون أم لا؟ هنا تختلف الآراء، وهنا تبدو تقديرات سياسية أكثر منها استخباراتية، لأنه الأجهزة الأمريكية لا تريد أن تدخل في هذا الأمر لتقول أنه روسيا نجحت في تحقيق الفوز لدونالد ترامب أم لا، لكنها تؤكد أنها بالفعل حاولت ذلك. طيب هل قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأدعاه بأن هذه التدخلات أو هذه الحملة المضادة التي شنتها روسيا على الولايات المتحدة كانت في عام 2014، أي قبل ترشحه بفترة طويلة، وبالتالي هو لا يبدو مدانا بأي حال من الأحوال يعني جراء هذا التدخل أو في هذه التحقيقات؟ من الممكن أن تكون حاولت روسيا أن تتدخل فيما سبق، لكن هذا لا يمنع أنها تدخلت أيضا فيما بعد من أجل مساعدته في فوزه في الانتخابات. هذا ما يحاول أن يبتعد عنه دونالد ترامب، وحاول أن ينفيه طوال الوقت أن روسيا لم تكن تريد ذلك. حتى عندما التقى فلاديمير بوتين مؤخرا خرج ليقول أنه بوتين أكد لي أن روسيا لم تتدخل وأنا أصدقه. يعني هو يحاول دائما أن يدفع تلك الاتهامات بعيدا عنه وبعيدا عن حملته الانتخابية، وهذا مفهوم لأنه هذا يثير الشكوك أولا بالنسبة لمصداقية فوزه في هذه الانتخابات، وثانيا أنها تؤكد أن كان لديه مصلحة ما، أن روسيا مصلحة ما
في فوزه في هذه الانتخابات، وهذا ايضا ما يثير شكوكا بشانه. ليس بالضروره انه كان عميلا لروسيا، ولكن على الاقل انه كان يخدم مصالح روسيا بفوزه في هذه الانتخابات. ما حدث يثير تساؤل حول علاقه دونالد ترامب ووزاره العدل ودوائر الاستخبارات التي هي اصلا متوتره، هل هذا سيزيد من التوتر بين الجهات الثلاث؟ بالتأكيد، لأنه مع وصول هذه التحقيقات إلى نتائج بهذا الشكل، فإنه دونالد ترامب سيصل إلى لحظة الحقيقة بالنسبة لما يجب أن يفعله مع روبرت مولر وتحقيقاته المستقلة. بالمناسبة روبرت مولر كان مديرا للأف بي آي في السابق، وهو كشخصية أيضا جمهوري، يعني لا يمكن اتهامه بأنه ديمقراطي ليبرالي يدعم الجهود المناهضة للرئيس الأمريكي. ولكن الرئيس الأمريكي يجد أنه الآن في مواجهة مشكلة، هل من الممكن بالفعل أن يعزل روبرت مولر؟ بالمناسبة من الناحية القانونية الدستورية هو يمكنه ذلك، أن يوقف عمله وأن يفصله، ولكنه سيدفع ثمنا سياسيا باهظا إذا ما فعل ذلك. لكنه الآن مواجه بضرورة ما إذا كان من الممكن أن يجلس مع روبرت مولر وفريق المحققين. هو أشار في السابق لأنه ليس لديه مانع أن يشهد تحت القسم، ولكنه الآن يحاول أن يبتعد عنه. شكرا لك، كنت معي من واشنطن عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد سطوحي. حصاد الأخبار بعد قليل.